السلام عليكم خوتي، اليوم راح نديرو انبوكسينغ لا جو برو اي رايت بلاك. نشوفو واش كاين، واش جات حاجه جديده فيها بارابور لا جو برو اي 7 بلاك. كيما نشوفو لي فير سموث 2.0 اس دي كارد ميموري. هذيك اس دي كارد ميموري في لوكا هذا اسمها نشريتها، شغل زدتها اكسسوار معها. نفتحو لا بات انصومبل ونشوفو واش جا نبدل فيها. من ناحيه الشكل يسمى قبل ما نفتحها، شغل كيما تشوفها من برا تبان مبدله شويه برك على لا جو برو ايرو 7 بلاك. من ناحيه الالوان اللون تاعها شغل يبان قاتم شويه. ثاني شغل الحجم تاعها كي تشدها هكذا يبان لك شويه كبير، يسمى زايد على لا جو برو ايرو 7 بلاك. توجور في لابواط يجي معاها كيما نشوفو يوزر مانيوال، يجي معاها لي ستيكرز لي مورفين يجو. ثانية تلقاو الكابل تاع لا شارج تاعها، لاباتري و سيبور. سيبور هالخطرة دارو واحد برك مورفين يجوز معاها، و اس دي ميموري كارد لي قلنا جي كوم اوبسيون، شغل تزيدها في الباني بيان سور، زيد معاها دراهم. هذا واش جا في الباطا. كيما نشوفو الباري تاعها ما تبدل فيه والو بارابور لا جو برو 7 اللي قبلها، لا جو برو 7 اللي قبلها. زادوا لها جوست هذو لي سيبور لي ولا من التحت، يسمى كشغل هكذا بلا ما تركب هذاك الكيس اللي مال فين نركبوه، الكيس اللي مال في جي 7 5 بلا ما نركبوه، بها ديريكت دو سيبور من التحت تبرونشيها وين تحب. هذو لي سيبور بيان سور يقدروا يتبدلوا، اون كتكسرهم يتكسروا لك ولا تقدر تبدلهم، تشريهم كوم اكسسوار وتبدلهم. كيما نشوفو ثاني بالكوتي، رجعوا لها لابورت تاعها بالكوتي، تجي فيها بورت وحده وين نديرو لا باتري، وين بيان سور بورت تايب سي تاعها اسمها وين نشارجوها، وخاصه تاع الباكاب ميموار. هنايا الباراميتراج كيما تاعها، نريغلو لا دات، نريغلو ساعه طاين انسي دو سويت. هادو ما يهمناش. هون هنا حبيت نسيي لاكارت ميموار اللي بعثوها لي معاها، واللي هي سون ديسك اكستريم. من خصائص بطاقه الذاكره هذه يو اتش اس سبيد كلاس تاعها هو 30 ميجا بايت في الثانيه، يعني الحد الادنى لسرعه الكتابه هو 30 ميجا بايت في الثانيه، يرمز له بحرف يو ودخله رقم 3. كذلك فيديو سبيد كلاس يرمز له بحرف في قدامه 30، كيف هو الحد الادنى لسرعه الكتابه بالنسبه للفيديو. اما الخصائص هذو هضرنا على الحد الادنى، هنا الحد الاقصى لهذا بطاقه الذاكره سانديسك اكسترام توصل حتى سرعه قراءه 160 ميجا بايت في الثانيه، وسرعه كتابه 90 ميجا بايت في الثانيه. يعني هذه الخصائص شو الخصائص لازم يكونوا في لاكارت ميموار تاعك، خاصه في لا جو برو، باسكو لو كان تركب لاكارت ميموار ما تسيبورتي سرعه قراءه عاليه وسرعه كتابه عاليه راح تلقى بروبليم، باغ اكزومبل يخرجوا لك الفوتو الاولى ولا لي فيديو يخرجوا لك كراكي. دونك لازم توجور تخير كارت ميموار بيرفورمانت تكون قويه. بون نجوزو نهضرو على الاكسسوار جديد اللي كان سبيسيالمون لي فلوغر، ميديا مود. واش يجي فيه؟ نلقاو فيه 3.5 مليمتر مايك بورت، اش دي ام اي اوت بورت، ويجي فيه يو اس بي سي بورت، ويجو فيه دو كروشي واحد من الفوق وواحد بالكوتي. الفوقاني نقدروا نلصقوا فيه ايكرون قلنا يساعد لي فلوغر، ويجي فيه ثاني بالكوتي وين نقدر نركب لاد هذاك شغل يعاوني بلاصه وين ناقص ضو ولا عفسه هكذا. ليفر سموث 2.0 النسخة الجديدة من ليفر سموث اللي شفناها مقبل في لا جو برو ايرو 7 بلاك. في 2.0 يسمى في النسخة هذه واش زادوا عطاونا؟ عطاونا ثلاث خيارات من لا ستابيليتي، واللي هي اون والهاي والبوست. اون يكون ستابيليتي عاليه يعني مستوى ثابت عادي نقدروا نكومباروه مع تاع 7. الهاي كي نخيروا مستوى هاي راح يزيد لا ستابيليتي بارابور لواش كان مقبل باختصاص حوالي 10% من اطار الفيديو. ثاني المستوى الثالث واللي هو البوست، يعني كي تخير المستوى الثالث راح يوصل لاقصى درجه من الثبات، كذلك دائما باختصاص جزء من اطار الفيديو. ثانية ليبر سموث هذا في لا جو برو 8 ولا يمشي في سلو موشن، يسمى سلو موشن فوا 8 ليبر سموث يمشي كي وعلى لايف ستريمينغ. كذلك كان كاين في لا جو برو ايرو 7 بلاك في ايرو 8 بلاك واش دارو له، تقدر تلونسي على لايف افيك ريزوليسيون 2080 بي، يسمى ريزوليسيون خير من ما كانت في لا جو برو ايرو 7 بلاك. تايم راب 2.0 النسخة الجديدة من تايم راب، الحاجة الجديدة فيه بارابور لا جو برو ايرو 7 بلاك
بسمى بارابور اللي كان كاين في لاجو برو ايرو 7 بلاك هو اختيار السرعة الاوتوماتيكي يسمى ولا يختار سرعة اوتوماتيكيا على حساب الحالة تاعك يسمى باغ اكزومبل كنت تجري ولا تمشي ولا في مونوبيد دونك ماشي كيف كذلك الحاجة الجديدة جات فيه سلاويت داون هي جست كليكي هكذا على ليكرون راح يولي تريكوردي فيديو ب ريال تايم اوبت اوت كليكي يعاود يرجعك للتايمر اب هذه حاجة شابة فيه الميزة الجديدة كذلك في لاجو برو ايرو 8 بلاك هي لايف براست لايف براست هذا يتشبه لايف فوتو اللي كاين في الايفون كذلك نقول الخاصية هذه في سامسونج كانت اسمها بوكو بلس تليفونات لايف براست هذه وش تدير راح تحكم لك حوالي 1.5 ثانية قبل وبعد ما تضغط على زر تاع التصوير يسمى قبل ما تكابتوري الفوتو راح تخرج لك 1.5 ثانية قبل الضغط على الزر 1.5 ثانية بعد الضغط على الزر وتخرج لك فيديو هذاك الفيديو تقدر دير منه دي فوتو بيان سور كيما تقدر تبارطاجي الفيديو هذاك ديريكت كومون ستوري في سوشيال ميديا سواء فيسبوك سواء انستغرام بيان سور افيك لابليكاسيون تاع ماجو ديجا نشوفو الحاجه الجديده ثاني اللي شفناها تبدلت في ليكرون زادوا لنا واحد البوطون اغوش واش نلقاو فيه تسمى واحد ديجيتال لانسز ديجيتال لانسز نقدروا نخيروا بهم عده زوايا تصوير يسمى عندنا سوبر فيو عندنا الوايد عندنا لينير على حسب الاستعمال تاعك ثاني تلقاو بوطون واحد اخر بوطون فوقاني هذا يجي مخصص بار ديفو يجي مخصص للسلو موشن لكن نقدروا نبدلو فيه بار اكزومبل نقدروا نخصوه للزوم ولا نخصوه للشوتر سبيد الى اخره كذلك بالنسبة المود فوتو نصيبو البوطن هذاك اللي حكينا عليه تاع ديجيتال لينسز يخدم نفس الخدمة تخير زاوية التصوير نلقاو ثاني بوطن واحد آخر نختارو به لي مود أو الأنماط يعني الصورة سواء تكون HDR سواء تكون سوبر فوتو سواء تكون راو يعني كذلك هذا نقدروا نقولوا عليهم شغل يديروا تريتمون لا فوتو تاعك يعني يعدلوا لك على مستوى الالوان يعدلوا لك على مستوى التباين الى اخره نجوا لهنا ثاني الحاجه اللي داروها لنا مليحه انه تقدر تحفظ بريسيتينغ خاص بك يعني اعدادات خاصه بك في التقاط نوع من الصور فار اكزومبل نايت لابس ولا ابس هكذا يعني تحفظ الاعدادات هذوك تعاود تولي ليهم كي تستحقهم كاين هذا البوطون هو مخصص للتايمر يعني كي تضغط عليه تخير شحال تريح الجوبرو تاعك باش تلتقط لك صوره حاجه نسيتها ما هضرتش عليها اللي هي العدسه في الجوبرو ايرو 8 بلاك ما تبدلش يسمى اون كتكسر لك ولا ما تقدرش تبدلها كيما كنا في مقبل في الجوبرو ايرو 7 ولا ايرو 6 تبدل هذا اللي انا نشوف فيها في لا فوتو اسمها هذيك الزجاجه اللي تجي تكوفري لي اللانس هما واش قال لك هنايا قال لك بلي هذه الزجاجه اسمها بلو سوليد كو اللي كانت تجي في السات واللي كانت تجي في لي فيرسيون اللي قبل اسمها ساعه تكسر فوالا هذا هو واش كان عندنا في لا فيديو تاع نهار اليوم نتمنى نكون فدتكم على بروشان